تعكس واحد شويه وفيه لالارم، هذيك اللعيبه ديال لالارم الا حيدتها غادي تبدا تغوت عليا انا والجرب ما يفكني منها. يجيو البوش تصحاب ليهم هاجمين عليا الشفاره والله العظيم. شوف حنايا الصبح اش عندنا الجو داير مغمم، شوف بحال ما تكونش شتا بحال خويا احسن هكذا. ايوا صافي دابا غادي نمشي لبرا باش نجيب لبنتي هذه سميتها، نجيب ليها لويزا باش نصاوب ليها الحليب. وانت كي صبحتي مزيان نتايا بغيتي واحد الخاص هكا حبيبه نعطيك الخاص، يلا كل خاص انت يلا كل عايزي عليك شفتي راه نفع داك الخاص. يلا نمشي نجيب ليها شتي ها واحد الفريزه حتى هي نديها ليها ديال البنوته هذه زعما الفرز. وهنايا كاينين هانو كاين هادي وكاين هادي حتى هي تندي منها تنديرها ليها في الحليب عزيزه عليها. واش كاين شي فريز كاين شي ها هو تبارك الله يا اختي والله الا يعني شوف 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 فين شوف ديال الحيط وهذا شوف تبارك الله يا باش بغات هما جوج ولا فين الاخرين حتى هنايا شوفوا تبارك الله باقي الخضرين تبارك الله الخير هذا ها جوج فريزات. وشوف واش تي تسناني باش مشيت ثاني لقيت البارحه اربعه كبروا ما عرفتش اختي علاش تي كبروا بالزربه وشفتهم هادي يومين كانوا صغار شوفوها ما نفكر ثاني شنو نصفان ورميه ها فوالا وي فراغو لي نصيبت ليها الساندويتش ديالها بديت تاكل فيه وي وي لاكارتا هي فين عطيها لاكارتا الكريمه ديالي ها تورتا تدو فراغوليني لو مانجي مرحبا وصافي البنات غندير ليها الحليب واش غادي تطبخ ليا هذه لويز غنخليها تفطر ونفطرت انا ناخذ القهوه وغادي نفطر ثاني بهادو ها كون في الجنه واعرين صراحه هذا العام هذا طلعوا هما هادوك حيت ما كايناش الشتاء ملي تتكون الشتاء تيخماجو ما تيليقوا والو. صافي ها هو الحليب ديالها غندير ونطيب ليها. صافي يا البنات انا غادي نفطر بالفخاص كيف العاده القص ديالي المفضل راكم عارفيني. المهم البنات غندير ليها الحليب في هادي ها كنتمنى تعجبها حيت ديما تندير ليها في الكاس ديال الميكا. واحد النهار قالت لي ماما علاش نتيا تشربي في الطاسه ديال البديع وانا تديري لي ديال الميكا. الدراري الصغار خاصكم تفهموا وتطبقوا اليوم البنات راه حيت شتي لو موريوس هو. صافي الحليب طاب غادي نديرو هنا باش يبرد ليها شويه ومن بعد نعطيه ليها. المهم البنات هو واجدين يا موري وارده لا توا طاسه كي بياتشي بيلا لا تصل ديال ميا بامبينا شي لا مونطانيا لي مي فيستو بريندي كوا دا لا مانينا فيديمو سي سي كابارشي بريندي دا لا مانينا اي بيبي اوكي هاك تشوفوا شنو اللي مصور فيها ها اي لا مونطانيا دي فالي دا وسطا ها بيبي غندير ليا غندير ليا واحد اسبريسو البنات نديرو اسبريسو. يعني صافي البنات انا غنفطر الفطور ديالي ديال اليوم ديال القهوه معصره غندير جوج يا اختي تبين قاصحه وصافي ويكليكم وشويه ديال الفقاص والفقاص ديالي المفضل اللي تندير بهذا بدوك الحبوب وصافي ونتلاقاو من بعد ثاني باش نصايبوا الغدا. اوكي الحبيباتي يلا تهلاو ليا. المهم البنات شوفوا واش غادي ندير الغدا اليوم غندير هادو البارح دوزوا عليا طابو يا دادا غادي نهرسهم غادي نهرسهم دابا لا ماما لا صافي راه ما تحبيهم درانكيو غادي نهرسهم وغادي ندير بهم سباكيتي
غادي نوريكم واش درت فيها. المهم دابا نوريكم. ها انتما ها انتما واش تيبانو ليكم شفتوا اش درت فيهم. درت فيهم انا لا درت فيهم عصاد سيدنا موسى ها هي، ودرت فيهم المعدنوس وواحد التونه وما درتش الملحه. دابا غادي نحيدهم باش خاصني نهرسهم باش يخرج داك اللب ديالو اللي في الداخل، وصافي يخرج داك اللب ديالو اللي في الداخل ونصفيو هاد المرقه ديالهم لا تكون فيها الرغبه، وعاد غادي نطيبهم مع بعضيات. لو هاد هما معايا ايوا صافي البنات، هادو غادي نديرهم فهاد الكاليه هادي بحال هكا. ما شاء الله كثار قال لك بثمن مناسب بناني في الملح صراحه غالي. ما عرفتش دابا حيت صغار واش شي حاجه غتكون في الداخل ديالهم. المهم الورقه ديالهم انا ورقيت ليها بنينه 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 واحد البلاصه اش طيح طول كاير نص واحد صغير نص واحد صغير هنا كلهم حتى في دوكان هذا الشيء ديال المعدنوس هكا حيت باقي غادي نديرو هذا الشيء كله مع الصفات ديالي. خلاص فين شوفي كما كاينه الرمله ولا شي حاجه صافي معايا. متنساوش البنات دعموني الى عجبكم الفيديو عن طبيعه الحال دعموني معايا اوكي. شكرا لكم بزاف على الفيديو. صافي شوفوا المرقه اللي بقات دابا ها هي شوفوا تبان لكم ما كتبانش بلاتي نحضر لكم الكاميرا تنقاو المرقه ها هي. المرقه هي اللي غتعطي البنه هي فاش غادي نديرو الصبا. المهم البنات مشيت جبت كاس الصبايا هاد الكاس هذا وغادي نصفيو حيت تقدر تكون فيهم الغمله ماش بشوية نصفيو. من الأحسن نشللو كاع المقلة باش هكا نتأكد على هادي المرقة. غنمشي نشلل المقلة وهانتوما واخيرا لقيتو هذا باش غادي نهرسو هذا غير ما غسلو شفتو مصدم على واحد. المهم البنات غادي فيها صفاط مثلي هانتوما شوفو معايا غادي فيها صفاط مثلي دابا باش تبقد ليا في هاد المعرق هذا باش نشوفو شوية معلاش. المهم غنديرو هاد التحت حيتاش هادو كتاري باش تشوف شحال غتزيد ليا هادي حتى شحال غير ثلاثة ديال الناس وصافي. غادي نديرو دابا سباكيتي سباكيتي بلا ما تعذبو روحكم تسلقوها والا ما غاديش تلقاو فيها حتى شي مادة. ديرو هادي لقطومو في المرق ديالو وديرو وهرسوه هانتوما تشوفو معايا ملي غادي نهرسو بلا ما نسبق الأحداث وديرو الصلصة ديال المطيش حنا غنديروها من دابا وخليو داكشي ملي تبغيو طيبوه تبقاو واجد صافي غير غديرو غطيبو راه تيجي واعر من هنا قبل هنا حنا باصة باصة كوزين. دابا غادي نديرو ها هو هادشي هدا شوية ديال الكوب هاهي هداك ديال عصيتي لا موسى وما ربيع وداكشي كاع فاش طيبتو هذاك ديروه حتى مع الصفاكيتي ديالكم. هادي غادي نربطها وغادي نمشي للصفاكيتي كبيرة الصلصة هادي راه 3 سنين هادي شوفو كبيرة نوقفوها انا مزيانه 3 سنين هذه اللي عملناها ديال الصلصه ديال الكريمه ما عرفتش على هذا الشكل هذا هذاك الشيء اللي غادي ها هي ها صافي. وغادي ديري غادي ديري الملح الشيء اللي غادي ديري الملح غادي تزيديها
دابا غادي نبداو نهرسو. دابا غادي نوقف الكاميرا واحد الشويه بين ما ناديا تاكل السباكي خضر غدير ليها شي حاجه، وانا نهرس معاكم واحد ومن بعد غادي نوقف الكاميرا حيتاش غادي يجي الفيديو طويل بزاف. المهم نوريكم انا كيفاش غادي نهرسو. هذا الطبق قطع و تيهرس، هذا نقص هذا كثير نمسحو حيتاش الدقيق هذا الله هاي صافي قلت ديري بحال هكا هادشي فيه الخدمه شويه ماشي مفيش ليه قلت الخدمه واحد الشويه هاد الشيء هذا بغيتي تاكلي الغران كيو سيتو ما كنتو ارا وسط كي يقولوا لي انا سميتو في الدول المغربيه وكيو واش ارا وسط واش سميتو شتو وكلهم خاصنا نديرو ليهم بحال هكا نديروهم في السباكيتي ديالهم. يلا بدات نتلاقاو ملي ندير الفيديو غير طويل. يلا نتلاقاو من بعد. ايوا ها انت هي يا الكبيده، ها انت هي خاصك تهرسيهم كاملين بحال هكا حيت من الداخل دايرين بحال البخان دوما بحال هكا كاملين تهرسيهم باش يطلقوا لك ديك النسمه في السباكيتي ديالك. عرفتي كيفاش غتجي؟ غتجي رائعه شفتو بحال هكا خاصهم يجيو. وهذا الشيء هذا داك الفوق ودوك الرجلين الصوره هذو ما فيهم ما يتكالاش، علاش غادي ديروهم يعمروا لك اسميتو؟ هذو كتحيديهم كديري غير هذو ملي غادي يطيبوا نتلحقوا. يلا سيري يا كوبيتي نمشي نديهم نديرهم يطيبوا. يلا يلا نتلاقاو من بعد. ايوا هانتوما يا البنات من بعد ما فطرنا وكملنا وصايبت داك اراغوستا، دابا غادي ندوز جفاف الكبيدات غادي ندوز جفاف على الطاق. ايوا نتلاقاو واش نديرو الغدا. اوكي يلا اختار الله وليا. وهانتي يا اختي ها هو الغدا كيطيب ديال هذاك اراغوستا. ها هو درت فيه سباكيتي عصرت الناموسة ودرت فيه الثوم والصلصه ديال المطيشه والماء وصافي كتخلي كلشي يطيب. عرفتي كيفاش غادي بلا ما تسلقيها؟ يلا سلقتيها راه ما غاديش تلقاي فيها داك المذاق الواعر ديال هذا ديال اراغوستا. ما تسلقيهاش، ديريها ديريك ثوم مع هذاك اللي تتهرسيه وتتخلي غير هذا اللي داير بحال المخ. وهادو ها هادو ها راه ساهلين يتهرسوا من بعد اللي بغى يهرسهم راه ساهلين يتهرسوا وفيهم المذاق غادي يطلقوه ليك في اسنيتو وصافي. وخلي كلشي يطيب على نار مهيله وسجي عليها يا اختي وصافي. هانتيا ها شوفي البنات من بعد ما كيطيب تيجي على هذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا تيجي واو المذاق والريحه. يا سلام يا سلام يا سلام، جربوا وغتشكروني عليه.